أهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة عن العلاقات و... فيديو طلب مني كتير قوي من بنات ومن رجالة، بس هو أكتر من البنات، اللي هو إزاي تعرف إن لو في حد معجب بيك يبقى هو معجب بيك بجد، وإن مشاعره حقيقية، يعني إن هو مش مشاعر زائفة أو مش بيشتغلك على المصر بالمصري عندنا، عشان عندي ناس كتير قوي من بره مصر يعني بيضحك عليك. فالسؤال ده اجابته هيكون في الفيديو ده. اول حاجه حابه اشكر كل الناس اللي بتسال عليا ان انا بقالي فتره مختفيه ومش بعمل حلقات جديده، عشان خاطر ان انا زي ما قلت ان انا كنت مسافره في شرم. فبس بصراحه انا مقله طبعا، وعارفه ان انا مقله شويه في الفيديوز، فبعتذر عن الموضوع ده. طيب ازاي نعرف ان في حد معجب بينا بجد او مشاعره ناحيتنا حقيقيه ولا لا؟ اول حاجه انا دايما بتكلم في النقطه دي، ان انت لازم تصدق احساس قلبك. يعني انت دايما بيبقى في ناس عندهم احساس ان مشاعرك، انت بتبقى حاسس ان الكلام مش طالع من قلبه، انك مثلا ما يقولك كلام حلو ويقولك اي كلمه انت حاسس ان هو بيقول بس مجرد الكلام، اما ان هو مشاعره مش حقيقيه، انت مش حاسس المشاعر طالعه من القلب، فعشان كده مش واصله لقلبك. مش دايما يقولوا اللي بيخرج من القلب بيوصل كويس قوي بسرعه جدا للقلب، ده حقيقه. يعني اي حد بيقول مشاعره بتبقى طالعه من جوه قلبه، بقى قوي ان انت تصدق احساسك. شخص بيقضي معاه وقت لطيفة، بيسلي نفسه، مشاعره مش حقيقية، دي بجد لازم اول حاجة ان انت تشوف احساسك بيقول لك ايه، ولازم تصدق احساسك فعلا. تاني حاجة لغة العيون. انا بكلم كتير قوي عن موضوع لغة العيون، لان هو انا شايفاه مهم جدا. لغة العيون دي يا جماعة انا مش هقدر اقول لكم تفهموها ازاي، بس انتوا ممكن تكونوا بتتكلموا مع حد حاسين ان عينه بتتكلم معاكم، ان عينه بتقول لكم كلام كتير، فدايما صدقوا لغه العيون، لان هي حقيقيه بنسبه 99.9%. يعني لغه العيون مش بتكذب، العيون بتقول كلام حقيقه، فدي حاجه مهمه جدا. ماشي، الحاجات دي هتبقى صعبه، لان ممكن الناس تقولي انا ما اقدرش، ان انا لان دي ملهاش مقياس. يعني انا مش هقول لكم مقياس، بتيجي بالاحساس. يعني تاني حاجة، لو شخص بيبقى معجب بيك خاصة في بداية علاقتكم ببعض، هتلاقيه عايز يعرف عنك حاجات كتيرة قوي. يعني هو interested ان هو يعرفك اكتر ويعرف عنك صفات اكتر، وعايز يعني كأنه مثلا عايز يعرف عنك كل حاجة في اسرع وقت ممكن، عايز هو اللي عايز يجذب المعلومات منك. هتلاقيه بيسألك اسئلة كتير قوي personal، وانترستد ان هو يعرف دواخلك، يعرف طريقة تفكيرك، يعرف احلامك، يعرف طموحاتك. مش مثلا كل ما تيجي تكلمه عن طموحاتك واحلامك تلاقيه بيغير الموضوع، بيتكلم في مواضيع تانية خالص، والمواضيع اللي هو عايز يتكلم فيها مواضيع تحس ان هي مواضيع ايه، مش لطيفة. انتوا فاهمين طبعا الكلمة دي. لا، هو هتلاقيه عايز بيتكلم معاك باحترام، بيتكلم معاك بمنتهى الاحترام، مش عايز منك حاجة فعلا، هو عايز يعرفك اكتر. اما الشخص اللي بيبقى معارفك عشان مصلحة او عشان عايز يعرف منك حاجة، هتلاقيه مهتم اكتر ان هو يتكلم اكتر من ان هو يسمعك. يعني هو هيبقى عايز يتكلم اكتر، اما يسمعك دي تلاقيك حتى مش بديلك فرصه ان انت تتكلم، كل ما تيجي تتكلم هو بيقفل معاك في الكلام، لان هو عايز هو اللي يتكلم، هو انترستد ان هو يتكلم اكتر من ان هو يسمع. فدي نقطه مهمه جدا. اما الشخص اللي تلاقيه بيسال عن دواخلك وعايز يعرف فعلا، تلاقيه بيسالك اسئله شخصيه جدا، اسئله لان هو مهتم ان هو يعرفك اكتر، مهتم ان هو يفهمك اكتر، مهتم ان هو يعرف عنك تفاصيل اكتر. هتلاقيه بيسالك في حاجات ممكن تحس ان انت ايه ده، يعني ما يعرفهاش عنك غير مامتك واخواتك مثلا. فدي حته مهمه جدا جدا لازم احنا ناخد بالنا منها. ايه كمان مهم قوي؟ الشخص اللي هو لسه بتعرف عليه وهو معجب بيك، هتلاقيه عايز يقضي اكتر وقت ممكن معاك، بيتلكك عشان يشوفك، بيتلكك كده اللي هو عايز يعرف انت فين، فيقولك طب ممكن اعدي عليك اسلم عليك. مش هتلاقيك انت اللي بتجري وراه عشان تشوفه، وان انت اللي عايز تعرفه، وان انت يعني وحشك، لا، انت هتبقى حاسس ان انت على طول وحشه، ان هو على طول عايز يشوفك، ان هو على طول عايز يعني بيتبسط لما انت تكون قدامه، بيتبسط. تبقى دي حاجه تساعده قوي ان انت موجود قدامه، وان انتوا بتتكلموا مع بعض واكتر من اي حد تاني. يعني هتلاقيه دايما بيفضلك على اصحابه القريبين جدا منه، هتلاقيه بيفضلك على اهله، فتحس ان هو يعني منتهى الاستمتاع ومنتهى المتعه بالنسبه له ان انتوا الاثنين تكونوا موجودين مع بعض. مش لازم تكونوا موجودين مع بعض في افخم مكان في الدنيا واحسن مكان، انتوا ممكن تتقابلوا مع بعض يعني 3 دقائق في مكان عام، وتبقوا مبسوطين جدا في وسط ناس كتير قوي، وانتوا الاثنين في منتهى السعاده. انا بس عايزه اوريكم منظر السماء، اصلا معجبه قوي باللون، شايفين معلش انا اسفه طبعا انا قطعت الفيديو، بس انا معجبه قوي بلون السماء، لان ما فيهاش سحاب خالص. انتوا متخيلين ما فيش ولا سحابه؟ يعني انا مش يعني احنا عندنا السماء صافيه قوي قوي قوي، انتوا شايفين؟
فانا ببص كده فوقي دي السما ما فيهاش ولا سحابه، فشكلها حلو قوي. انا مش عارفه انتوا شايفين كده ولا لا، بس بصراحه شكلها مغري كده، يعني واحد يقعد يتفرج عليها ويتامل فيها كده. نرجع تاني لموضوع الحلقه، سوري طبعا، بس انا الموقف استوقفني ان مفيش سحاب يعني، فحبيت اشارككم. طيب ايه كمان؟ زي ما بقول لكم هتلاقيه بيتلكك عشان يشوفكم. مش انتوا اللي هتفضلوا تقولوا له طب انت فين انت؟ لا، هو اللي عايز، هو اللي عايز يقرب، هو عايز يعني ويقرب بسرعه، تلاقيه عايز يتحرك بسرعه قوي لان هو عامل الوقت بالنسبه له مهم. وانا دايما ضد النقطه دي واتكلمت فيها كتير قوي. يا جماعه لما تكونوا متعرفين على حد وحاسين انه في اعجاب حاولوا ان انتوا تبطئوا السرعه. عارفه ان الموضوع صعب لان انت بتحس ان انت اتراكتد ليه جدا وان انت مبسوط قوي ان انت اتعرفت عليه وعايز تتكلم معاه اكتر وعايز تقرب منه اكتر، بس انا شايفه ان دي بتبقى غلطه يعني هتعرفوها بعدين، هتحسوا ان انتوا اتسرعتوا. فدايما في الاعجاب الاول خلوا فيرست ستيب دي تتاخر، يعني تاخروا في الخطوات الاولانيه، تاخروا، خدوا وقتكم قوي علشان ده الصح بصراحه. ويعني دايما اللي بيجي بسرعه او الحاجه السهله بتروح بسرعه جدا. ده ابدا اهتمامه، بطئوا انتوا من ناحيتكم، مش انتوا تبقوا هو سريع وانتوا سريعين لان ساعتها انتوا اللي هتخسروا. لا، فلما يكون حد انتوا شاكين لسه مش عارفين حقيقه مشاعره من ناحيتك، لان دايما الحاجه بتبان مع الوقت، المشاعر بتبان مع الوقت اكتر. صحيح انت ممكن تحس في البدايه ان ده معجب بيك وده معجب بيك وده معجب بيك، طب مين بجد معجب بيا؟ مع الزمن هتكتشف مين اللي اعجابه حقيقي، مين اللي بيحبك بجد، هيفضل مستمر معاك، هيفضل بيكلمك، هيفضل على طول عايز يقرب منك. اما الناس الثانيه بتبقى علاقات سطحيه وفجاه بيختفي، ودي بنشوفها كتير في حياتنا. يعني ممكن تلاقي حد قرب منك جدا وبقيتوا بتتكلموا كل يوم في التليفون لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه وفجاه اختفى من غير اي سبب مقدمات، لان ده كان بيشتغلك، كان بيضحك عليك، كان بيتسلى بيك. علشان كده لما بلاقي بنات كتير قوي بعتني يقولوا لي ده انا كنا بنتكلم كل يوم، كنا بنتصل ببعض وما كناش بنبعد عن بعض لحظه وبنخرج مع بعض وفجاه اختفى، يعني انا ما بحبش اساعدها لسبب ان انا ببقى مقتنعه ان الشخص ده بيشتغلها اصلا، ان هو بيضحك عليها، ان هو مشاعره ناحيتها مش حقيقيه. فعشان كده ببقى برجع لورا اقول لها طب حاولي تنسي الموضوع، شيل الموضوع من دماغك لان ده بيبقى الصح. فلما يبقى حد قرب منك وقرب لك قوي قوي وبسرعه جدا اسبوع واسبوعين وثلاثه وفجاه اختفى، اعرفوا ان هو مشاعره مش حقيقيه، مش صادقه. وعشان كده لما اختفى اختفى عشان هو خلاص زهق منك بقى، اللي هو خلاص مشاعره خلصت وهو بقى مش عايز انيمور وخلاص انف. فدايما لما تلاقوا حد علاقته بيك طويله مع مر الزمن هو مش بيزهق، مش بيبعد، مش بيتلكك، هو دايما موجود، اعرفوا ان الحد ده مشاعره من ناحيتكم. لان حد بيشتغلك او حد بيضحك عليك ممكن يضحك عليك اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر شهرين ثلاثه، بس مش هيفضل اكتر من كده، يعني من اول 6 شهور فما اكتر. الا بقى لو يعني انت شخص قوي قوي وهو عنده بلانز ان هو عايز يقرب منك علشان اسباب قويه جدا. بس انا بشوف دايما ان الزمن بيبين المشاعر الحقيقيه، يعني الوقت هو اللي بيبين. الزمن عامل مهم جدا ان هو تحدد الشخص ده معجب بيك بجد ولا بيحبك بجد ولا لا. بصراحه بقيت شايفه ان الدنيا بقت مخيفه والله العظيم يا جماعه، يعني انا بقيتش بثق في الناس بسهوله يعني. ودايما على فكره عايزه، انا دايما حتى بحط في البوست بتاعتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام ان انت دايما خليك شكاك. انا اسفه ان انا بقول كده بس دي حقيقه، يعني دايما في شك، ما تثقش في الناس بسهوله، شك في نوايا اللي قدامك الى ان يثبت العكس، شك فيه ان هو مش حقيقي الى ان هو يتعب عشان يثبت لك ان هو حقيقي ومشاعره دي حقيقيه. اما ان انت تستسلم على طول كده بتبقى بتتوجع في الاخر، وانا مش عايزاكم تتوجعوا بجد. اخر حاجه عايزه اقولها لكم وانا هعمل لكم جزء تاني عشان الفيديو ما بحبوش طويل، ان الشخص اللي معجب بيك بجد هتلاقيه بيكلمك في كل وقت، يعني هتلاقيه بيكلمك، بيحاول يتصل بيك، مش بيكلمك في اوقات معينه، مش بيكلمك لما بيكون فاضي، مش بيكلمك لما بيبقى عنده شويه وقت كده عايز يضيعه مع اي حد وخلاص. لا، هو هتلاقيه انترست ان هو يكلمك في كل الاوقات، في كل الاوقات، يعني بيكلمك الصبح، بيكلمك الظهر، بيكلمك المغرب، بيكلمك العشاء. اما هو مش بيكلمك بس لما بيبقى فاضي او يعني عندوش زهقان، اما هو بيبقى حاول ان هو يكومينيكيت وبيبقى عايز يطمن عليك في كل الاوقات. اما اللي بيكلمك بالليل ده بقى وقت الليل ده والبتاع الليل واخره ده، تعرف ان انت مش فارق معاه قوي. والحاجه الثالثه ان هو الشخص ده يقعد بقى يقولك كلام كتير قوي، همبقى بقى همبقى ازاي يعني، يقعد مثلا يقولك ده انا يعني انا مثلا يعني اتفق معاك اتفاقات كتيره وهو تلاقيه نسيها لان هو اصلا الموضوع مش في دماغه. يعني يقول لك ايه، انا مش هنام النهارده قبل ما نعمل كذا كذا، او مش يعني لازم نتقابل النهارده بالليل، طب لازم نعمل كذا فهو بالنسبه له اصلا انت مش فارق معاه، فبالتالي هو بينسى اصلا هو وعدك بايه ولا اتفق معاك في ايه. فعادي يعني، هو مش
يعني فاهمين، مش هيبقى يعني وعوده بالنسبه له، وعودك وعوده بالنسبه له من ناحيتك مش فارقه معاه اصلا ولا مهمه ولا اي حاجه. فدي نقطه مهمه جدا يعني لازم تاخدوا بالكم منها. المهم ما تتخدوش يا جماعه في الناس بسهوله، ركزوا واعرفوا انتوا عايزين ايه كويس، ودايما خلوا اعرفوا وتختبروا الناس كويس واختبروا علاقاتكم بيهم. وما تدلقوش بسرعه. استنوا جزء تاني من الفيديو ده، بشكركم وجاوبوا على سؤال الحلقه اللي هو قبل كده يعني حد حاول يقرب منك ويقرب منك كويس بعد كده اكتشفت ان هو بيشتغلك، يعني قولوا لي ازاي اكتشفت ان هو بيشتغلك، حسيت ان هو بيشتغلك وتاكدت ازاي يعني. طيب وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وكمان تعملوا شير للفيديو، ادخلوا على البلاي ليست اللي هي العلاقات، اتفرجوا على بقيه الفيديوز بليز لحد ما ارجع بقى القاهره ونكمل الفيديوز اليوميه بتاعتنا والحلقات اليوميه بتاعتنا. زي ما قلت لكم لو مش مفعلين الجرس فعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن اول ما الفيديو ينزل. ثانك يو، واشوفكم في فيديو تاني، وباي باي.